دقة وعراقة. القنصل الأمريكي المنتهي ولايته في البصرة يؤكد خفض مساعدات بلاده للعراق وتركيزه على تطوير القطاع النفطي. السوق العراقية تستقطب أكثر من 11 ألف عامل تركي خلال الأشهر الثمانية من هذا العام. محافظ البنك المركزي وكالة يكشف عن إجراءات لتغطية العملة الوطنية مقابل الدولار ويؤكد أنه لا يمكن هزيمة الدينار العراقي. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في النشرة الاقتصادية من قناة التغيير. بحث رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي مع المفتش العام الأمريكي المختص بملف صندوق إعادة إعمار العراق ستيوارت بوين قضايا الفساد والمفسدين في العراق. وأعرب النجيفي حسب بيان لمكتبه عن شكره للمسؤول الأمريكي لما بذل من مجهود في ملاحقة ومساءلة المتورطين بالفساد وكشف مافياته من كل الجنسيات. من جانبه أكد المفتش العام الأمريكي استمرار الجهود لكشف مصير نحو 200 مليار دولار فقدت إبان النظام السابق، لافتا إلى ضرورة استخدام الأدلة الجنائية في ملاحقة الجناة وإقامة الدعاوى عن طريق الأمم المتحدة. كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن تقليل مساعداتها المادية للعراق بسبب تقليص ميزانيتها حسب ما أكد القنصل الأمريكي المنتهي مدته بيل كرانت، وأكد أن أمريكا ستركز خلال المدة المقبلة على دعم القطاع النفطي وتطويره لا سيما في البصرة، وفي حين دعت لتسخير ثروات المحافظة لتنفيذ الخدمات والإعمار وتجاوز عقبة البيروقراطية العالية التي أعاقت استقطاب المستثمرين الأجانب. وقال القنصل إن الأيام المقبلة ستشهد مباشرة القنصل العام الأمريكي الجديد في المحافظة ماثيو سميتمان، مشيرا إلى أن ماتمان سيركز خلال عمله على دعم القطاع النفطي بالبصرة وتطويره. استقطبت السوق العراقية أكثر من 11 ألف عامل تركي خلال